مرحبا بكم أصدقاء القناة، معكم مستر سلاي في فيديو جديد. صراحة هذا الفيديو لم أكن أريد أن أعمله، ولكن اضطريت أن أصور لكم هذا الفيديو من المكتب الخاص بي بخصوص المسابقة التي قمنا بعملها قبل أيام. هذه المسابقة كما تلاحظون بخصوصها، ف أريد أن أقول لكم أنني بعدما أردت نعمل السحب الخاص بالمسابقة لم أجد ولا تعليق من تعليقاتكم يحتوي على وسيلة للتواصل. كما تلاحظون لا يوجد أي تعليق به وسيلة للتواصل، رغم أنني أخبرتكم في الفيديو أن تكتبوا لي أي وسيلة للتواصل، سواء كما تلاحظون هنا قلت لكم اكتبوا لي مثلا الإيميل أو رقم الهاتف أو الفيسبوك أو الإنستغرام أو أي وسيلة أستطيع أن أتواصل مع الفائز بها. مثلا أنا إذا قمت بعمل سحب على التعليقات، مثلا إذا اخترت مثلا هذا التعليق، مثلا إذا اخترت هذا التعليق لم أجد ليست به وسيلة للتواصل، كيف أستطيع أن أتواصل مع هذا الفائز مثلا؟ أنا أخبرتكم أن تكتبوا لي وسيلة للتواصل مثل الفيسبوك أو الإنستغرام أو رقم الهاتف أو الإيميل، لكن لم تكتبوا لي ولا أي شيء كما تلاحظون. لا أعرف هل أنتم من لم تكتبوا وسيلة التواصل الخاصة بكم أم اليوتيوب التي تقوم بحذف الوسيلة الخاصة بالتواصل. لا أعرف السبب صراحة، كما تلاحظون لا يوجد أي تعليق به وسيلة للتواصل معكم، لذلك سوف أضطر لإعادة المسابقة، وهذه المرة لن تكون على اليوتيوب، سوف تكون على الإنستغرام. وأسف جدا للأشخاص الذين لا يمتلكون الإنستغرام، لكن ليس بيدي خيار، فاليوتيوب لا تسمح بوضع التعليقات بها رقم الهاتف والإيميل ومعلومات التواصل، لذلك سوف أضطر لعملها على الإنستغرام. سوف تجدون حسابي، رابط حسابي في الوصف. مهم شروط المسابقة، سوف تدخلون لحسابي وهذا سلايم بون عربي، سوف تجدون الرابط في الوصف في أول تعليق، وسوف تأتون إلى هذه الصورة. كما تلاحظون هذه الصورة الخاصة بهذا السلايم، هذا السلايم بالضبط، وسوف تضغطون عليها وسوف تكتبوا لي أي تعليق، مثلا أي تعليق كيفما كان، مثلا شكرا لك مثلا على هذا الشكل، وتضغطون بوست. كما تلاحظون كلما كان عدد التعليقات الخاصة بك أكثر، كلما زادت حظوظك في الفوز. المهم قوموا بكتابة لي التعليق في هذه الصورة، وسوف أختار من التعليقات، سوف أختار ثلاثة تعليق، كل تعليق سوف يفوز معنا بأسلايم. سوف أختار ثلاثة تعليق عشوائية من هذه الصورة كما تلاحظون معي، يكفي فقط أن يكون لا يهم العدد الذي سوف يأتي من هذا الفيديو والذي سوف يشارك في المسابقة. إذا كان فقط ثلاثة فائزين أو فائز واحد فسوف أعطيه سلايما، لا يهمني العدد الذي سوف يأتي وسوف يشارك في هذه المسابقة. المهم كما قلت لكم الشروط بس، ليست هناك أي شروط، فقط قم بالذهاب إلى هذه الصورة، قم بترك تعليق، اكتب فيه أي شيء، وقم بالضغط على البوست، وأنا سوف أعمل سحب عشوائي على التعليقات، وإذا كنت من الفائزين سوف أتواصل معك في الخاص، والسحب الخاص بهذه المسابقة سوف يكون قريبا إن شاء الله بعد هذا الفيديو. المهم الرابط الخاص بحسابي في الإنستغرام سوف تجدوه في الأسفل، لا أريد أن أطيل عليكم، وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو، أتمنى أن أكون قد وضحت كل شيء، وإلى اللقاء.